معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يمكن التحديات اللي بتواجه ملف المياه والأمن المائي لا تقل يعني خطورة ويعني تحدي عن الأمن الغذائي، ما الذي أيضا حدث في هذا الملف حتى تكتمل الصورة لدينا؟ ما الذي حدث خلال 9 سنوات الماضية؟ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي كمان أن أعرض حكاية ملف المياه، وهو أحد أهم ملفات الدولة المصرية، وأعتذر على الوقت المتأخر من اليوم وانتظار حضراتكم طوال هذه الفترة. الحقيقة ملف الموارد المائية بيختلف بعض الشيء عن الملفات اللي تم عرضها، بسبب رئيسي إن ملف الموارد المائية يبدأ من خارج حدود الوطن. أكيد واضح بالنسبة لنا كلنا من 2014 اهتمام الدولة المصرية بالعمق الأفريقي والتحرك على مستوى الدول الأفريقية، وخصوصا التحرك والتعاون مع دول حوض النيل. التعاون ده الحقيقة بقاله العديد من السنوات، يمكن مصر أنشأت خزان جبل الأولية في السودان وتنازلت عنه للإخوة السودانيين، وتعاونت ويعني توافقت مع السودان، وكان في إخطار مسبق واتفاق على سد الرصيرس وخزان خشم الإربة برضو على الأراضي السودانية. يمكن مصر شاركت بالتمويل في خزان أوين في أوغندا، وحديثا يمكن في السنتين ثلاثة الأخار حضراتكم تعلموا أن السواعد المصرية والشركات المصرية أنشأت سد جوليوس نيريري في تنزانيا. والحقيقة ده بيبين مدى تعاون مصر مع الدول حوض النيل، مش بس في الخزانات والسدود، ولكن كمان في توفير مياه الشرب لإخواننا في الدول حوض النيل المختلفة. أكثر من 340 بير مية لإخواننا وأهالينا في دول حوض النيل تم إنشائهم بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية. معالي وزير خارجية، احنا على تعاون مشترك وتواصل مستمر. الحقيقة عدد كبير من محطات المية، معظمها أو جزء كبير منها بيدار بالطاقة الشمسية في جنوب السودان وكينيا والكونغو وتنزانيا وأوغندا وكمان في السودان، يمكن بيمتد إلى خزانات أرضية لتوفير المية للاستخدامات المختلفة، حتى المراسي النهرية بنشارك في إنشائها. وبيتكرر ده في العديد من الدول، تطهير الحشائش بنشتغل في هولندا في العديد من على مدار سنوات السابقة. يمكن كل الشغل ده بيتم في ال9 سنوات السابقة بشكل مكثف. يمكن مركز تنبؤ وزارة الموارد المائية والري بيشارك بالمعرفة والنوهاو في إنشاء مراكز تنبؤ في الكونغو وجنوب السودان. حاليا بندرب الآلاف من الإخوة والزملاء الأفارقة. يمكن خلينا أقول التعاون مع دول حوض النيل في ال9 سنوات السابقة يمكن أنفقت عليه الدولة المصرية أكثر من 100 مليون دولار. من هنا بتوصل المية بعد رحلة طويلة في دول حوض النيل للسد العالي، وهنا حصن الأمان لمصر، وهو أهم منشأ من منشآت وزارة الموارد المائية والري. وكان لازم الدولة دايما تحافظ على شباب هذا المنشأ بتطوير منظومة المراقبة، على الرغم أن عمر السد يمكن يفوق 60 عام، ولكن منظومة المراقبة بيتم تحديثها. يدار المياه بكل دقة في هذا المنشأ الهام. الدولة صرفت 1.5 مليار جنيه في بضع السنوات السابقة، وإن شاء الله مستمرين، لأن ده أهم منشأ بالنسبة لنا. بتخرج المياه من السد العالي بتتجه إلى أقدم منظومة مياه
في العالم أو أحد أقدم منظومات المياه في العالم. ولما بقول كده بتكلم على منشآت موجودة على نهر النيل عمرها أكثر من 150 عام، والحقيقة كان لابد تدخل الدولة وتوجهات فخامة الرئيس وتوجهاته دايما على الاهتمام بملف المياه. فالحقيقة على النهر الرئيسي، طول النهر الرئيسي تم الإنفاق العديد من المليارات ويمكن من الجنيهات. أتكلم بس هنا دايما على بعض الأمثلة، أنا مش هقدر أذكر جميع المشروعات لأن بنتكلم على أكثر من 2300 مشروع. هنا تم تدعيم 4 قنوات رئيسية على النهر الرئيسي وأفرعه، وكمان يمكن لا نزيل القناطر القديمة، دايما نحتفظ بها كتراث بنقوم بترميمها، ولكن بنعمل قناطر جديدة أكثر حداثة وبتستخدم تكنولوجيا متطورة. يمكن هنا قناطر أسيوط الجديدة تمت في خلال السنوات السابقة بتكلفة 6.5 مليار جنيه. النهاردة وإحنا بنتكلم بننشئ قناطر ديروت، والقناطر القديمة اللي حضراتكم شايفينها في الصورة برضو بنحافظ عليها كتراث وبنقوم بترميمها. وهنا بنصرف 1.2 مليار جنيه على قناطر ديروت الجديدة. العديد من الصحارات، يمكن أحد أهم الصحارات اللي تم إنشائها في الفترة السابقة صحارة سرابيون اللي بتنقل المية تحت قناة السويس الجديدة علشان تنقلها لأهالينا في سيناء اللي فيه اهتمام كبير جداً بيهم وبالتنمية ومشروعات التنمية زي ما قال معالي وزير الزراعة في مداخلته. العديد من المنشآت اللي بيتم تطويرها في المرحلة دي بتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه. يمكن فقط هذا البند في وزارة الموارد المائية والري وهو تطوير المنشآت الرئيسية كلفنا 12.2 مليار جنيه على مدار التسع سنوات السابقة. أنا بتكلم على ميزانية وزارة الري، ولكن في بعض من المشروعات اللي حضراتكم هتشوفوها يمكن نضيف عليها المبالغ اللي صرفتها وزارة الزراعة، ونضيف عليها مبالغ يمكن ومعالي وزير الكهرباء اتكلم امبارح وإدى أرقام. كل الأرقام دي تضاف علشان في الآخر نقول الرقم اللي تكلفه المشروع كام. فمش عايز حضراتكم تتخيلوا إن هو مثلا نتكلم على مشروعات استصلاح إن هو ده كل ده الرقم اللي صرفته وزارة الموارد المائية والري. يمكن في الست شهور اللي فات حاولنا نعمل تقييم شامل لكل منشآت الموارد المائية اللي موجودة على مستوى الجمهورية، لأن احنا عندنا 55,000 كيلومتر من شبكة الترع والمصارف، ودي شبكة تعتبر من أكبر شبكات الري في العالم. فعندنا 47,000 منشأ مائي موجود في مصر. يمكن عملنا تصنيفات ما هي المنشآت الممتازة والجيد جدا والمقبول والخطير والخطير جدا، وحاولنا نحدد بالتحديد هنتدخل في أنهي أولويات في المرحلة القادمة إن شاء الله في أسرع وقت تكون كل المنشآت اللي تحتاج صيانة أو إحلال وتجديد. أنا هنا بتكلم على منشآت صغيرة أو متوسطة، المنشآت الكبيرة تم بالفعل كل تحديث ليها زي ما ذكرت في الشرائح السابقة. الحقيقة بعد ما بنطور منشآتنا المائية زي ما شفنا المجهود اللي بيتعمل في السنوات السابقة بنصل إلى القلب النابض لوزارة الموارد المائية والري أو لمنظومة الري، وهي محطات الرفع. محطات الرفع دي لابد أن تعمل على مدار الساعة. المحطة اللي بتعطل ساعتين في عشرات وفي بعض الأحيان مئات وفي بعض الأحيان آلاف من المزارعين أو المنازل التي لا تصلها المياه، فلا بد أن تعمل هذه المحطات على مدار الساعة دون توقف. معنى كده أن لازم الصيانة والإحلال والتجديد يستمر. والحقيقة ده ما كانش موجود قبل 2014، والدليل أن كان عندنا أماكن معرفة بالنسبة لنا هوت سبوتس أو أماكن ساخنة دايما بتحصل فيها أعطال ودايما بتحصل فيها مشاكل. وعلشان ده ما يحصلش كان لازم الدولة الحقيقة تنفق في إحلال وتجديد 45 محطة اللي تخدم زمامات 1.7 مليون فدان، والعديد من قطع الغيار كان لازم تتحدث. يمكن عندنا كمان الأماكن الساخنة يمكن في الست شهور أو السنة اللي فاتت يمكن في 3-4 أماكن ساخنة لم تعد ساخنة لأن حلينا كل المشاكل اللي موجودة فيها. الحمد لله في عندنا مراكز طوارئ، 6 مراكز طوارئ. لابد مراكز الطوارئ باختصار هي الإسعاف بتاع وزارة الموارد المائية والري، يعني لما يحصل عندي سيل في أي مكان أو لا قدر الله كسر في الجسر لازم يبقى عندي محطات
متحركة أنقلها لتعمل ضخ للمية، فلازم محطات الطوارئ عندي تبقى على أعلى مستوى، وكان لازم نعمل تحديث فيها في الفترة السابقة وتوفير قطع غيار بالتعاون مع الصناعة المحلية حتى نقلل من الاستيراد في قطع الغيار. والحمد لله يمكن من بنشتغل مع بعض المصانع الوطنية في تنفيذ وتصميم وإنتاج بعض القطع، كل ده كلفنا 6.4 مليار جنيه، يمكن كمان 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر للأربع محطات اللي حضراتكم شايفينهم على الشاشة. وكمان هل خلصنا؟ الحقيقة لا، عندنا خطة على المدى القصير في بضع سنوات القادمة إن شاء الله إنشاء 3 محطات مهمة جدا بالنسبة لنا، توريد 22 وحدة طوارئ زي ما قلت، دول الإسعاف بالنسبة لنا، متحركة نقدر ننقلها في أي مكان في وقت سريع، ومكان تنظيف الأعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا. والحقيقة مكان تنظيف الأعشاب ده يعتبر مهم جدا بالنسبة لنا لأنه بيحافظ على عمر الماكينة. طبعا يمكن من المنبر ده بطلب من كل أهالينا عدم إلقاء أي قمامة في المجاري المائية، الحقيقة بيكلف الدولة كتير قوي وبيأثر على جودة المية كمان، وعشان كده لازم بنعمل مكنات تنظيف الأعشاب وكمان زي سكرين أو مصفى لمنع وصولها للمحطات. وهنا نحتاج في الفترة القليلة القادمة 6.2 مليار جنيه للأعمال اللي موجودة قدام حضراتكم. طيب، القلب النابض بيضخ المياه في شرايين شبكة الري. شبكة الري، هل الشرايين دي تقدر توصل المياه لكل مزارع وكل بيت وكل مصنع في الوقت المطلوب والكمية المعقولة؟ الحقيقة ده الوضع اللي كان موجود عليه الشبكة قبل 2014، والحقيقة يعني أنا ما رضيتش أجيب صور أصعب من كده. كمان الترع يمكن اللي على الشمال دي حضراتكم ترعة ما بقتش باين ليها أي قطاع، المفروض إن هي تبقى شبه منحرف زي ما احنا عارفين شكل الترع بالنسبة لنا، اللي في النص شايفين اختناقات ونحر، الجسور اختفت، وفي الآخر الفلاح في نهاية الترعة دي ما بقاش توصل له المية، فتحولت العديد من الأراضي، وحضراتكم اللي من الأرياف يعرف الكلام ده كويس، إلى أراضي بور، لأن دايما الفلاح اللي في الآخر لا تصل إليه المياه. وبالتالي تدخلت الدولة بمشروع هام جدا هو مشروع تأهيل الترع، واستعادت الترعة شبابها زي ما حضراتكم شايفين، وابتدت المية تتنقل في وقت سريع جدا للنهايات، وابتدت الجسور ترجع. يمكن الجسر اللي ماشي عليه العربية ده ما كانش موجود لأن قطاع الترعة كان مبحر وكان داخل وكان واكل في الجسر، فالحقيقة المكاسب كتيرة جدا من المشروع اللي ما كانش ببلاش. الحقيقة كان في تمن كان لازم يدفع، وكان في فلوس لازم تدفع لهذا المشروع. يمكن انتهينا بالفعل من 7200 كيلو متر صرفنا عليها 25 مليار جنيه في السنوات السابقة، جاري حاليا تأهيل 3100 كيلو متر بتكلفة 10 مليار جنيه، وإن شاء الله في المستقبل عندنا على الأقل 1500 كيلومتر في السنتين القادمتين بتكلفة 7 مليار جنيه. بنقوم بتقييم كل ترعة على حدة، الترعة على حسب نوع التربة وعلى حسب حالتها بناخد القرار هل نأهلها ما نأهلهاش وإيه نوع التأهيل وغيره، وده بيتم من فنيين. طيب، الفترة القادمة خلاص بقى عندنا ترعة تقدر توصل المية للمزارع، الدولة ما سابتش المية عند هذا الحد، خلاص المفروض المية استلمها المزارع بقت مسؤوليته. الحقيقة توجهات فخامة الرئيس إن إحنا لازم نركز في إزاي المية بيتم استخدامها على مستوى الحقل، ويمكن كانت التوجهات واضحة بالنسبة لموضوع القصب بالتحديد، لأن القصب زي ما قال معالي وزير الزراعة بيستهلك يمكن أكثر من 11,000 متر مكعب مية في السنة، والحقيقة ده رقم كبير جدا، فيمكن بالتحول للري بالتنقيط نقلل الكمية دي حوالي 3000 متر مكعب في السنة. طيب، لما احنا عايزين نقلل المية والفلاح يهمه زيادة الانتاجية، ويمكن الأبحاث ويمكن معالي وزير الزراعة شرح إن الشتلات الجديدة مع الري بالتنقيط بتدي إنتاجية أعلى للفلاح وبتوفر لي مية لو أنا تحولت للري بالتنقيط. فهنا الحقيقة زي ما بنقول مكسب مشترك، الفلاح لازم يكسب
والدولة كمان توفر مية عشان ناخد المية دي نستخدمها في أماكن أخرى. أحد أهم المشاكل ويمكن اتقالت برضو النهاردة هو تفتيت الحيازة الزراعية. مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية أن كل فلاح عنده مساحة محدودة جداً، تكلفة المساحة دي من الجرار والتسوية والبذور والعمالة وكل حاجة الحقيقة بتبقى عالية جدا بالنسبة لإنتاجية المساحة الصغيرة. فاللي احنا بنقوله بنستغل قانون الموارد المائية الجديد في ان هو بيسهل لنا تشكيل روابط مستخدمي المياه. لما بنشكل روابط مستخدمي المياه اقدر اجمع المزارعين مع بعض، يعني بدل ما حصل تفتيت للحيازة الزراعية على كل مسقة بعمل تجميع للحيازة الزراعية وبنتخب لهم مقرر، بنفتح لهم حساب في البنك بالقانون وبيتم التعامل معهم كوحدة واحدة، ممكن يزرعوا مع بعض، يأجروا معدات مع بعض، وكمان يتحولوا للري بالتنقيط كوحدة واحدة، لأنها تقلل التكلفة كتير جدا، بيبقى نقطة رفع واحدة خط مواسير أو مسقة مكشوفة، ونقطة رفع واحدة بتوفر العديد من الترمبات اللي كل مزارع عنده ترمبة، وممكن كمان أقدر أشغل الترمبة الواحدة دي بالطاقة الشمسية في المستقبل. بنشتغل مع البنوك ومع الزملاء في وزارة الزراعة علشان نمضي بروتوكولات مع البنوك نقدر ندي المزارعين بالتقسيط على 10 سنوات، لأن احنا عندنا زي ما قال فخامة الرئيس 350,000 فدان من القصب، لو خدنا دول بس مرحلة أولى نقدر نوفر كمية كبيرة من المياه. طبعا ما نقدرش في ظل الزيادة السكانية اللي بتصل إلى 2 مليون مواطن، و2 مليون مواطن بالنسبة لي أنا كمهندس مياه بيحتاجوا 2 مليار متر مكعب مياه تضاف، فكل سنة لازم يبقى عندي 2 مليار متر مكعب مية زيادة علشان أواجه الزيادة السكانية، وده رقم ضخم جدا الحقيقة. لما نعرف أن كل الاستثمارات اللي بيتم استثمارها في التحلية مثلا، في اللي سمعناها من معالي وزير الإسكان، ما وصلتنيش لنص مليار متر مكعب في السنة، فتخيل أنا مطلوب مني كل سنة 2 مليار متر مكعب. علشان كده كانت التوجيهات واضحة أن مفيش أي تهدير في المية، لازم يعاد كل استخدام كل قطرة مية على أرض مصر. الحقيقة النهاردة أقدر أقول أن الدولة المصرية بتعيد استخدام 21 مليار متر مكعب مية في السنة، وما بتكلمش على المحطات اللي اتقالت في الفيديو. لما نيجي نتكلم على المحطات اللي اتقالت في الفيديو بنتكلم على إضافة للمنظومة 13.1 مليون متر مكعب مية جايين من محطة بحر البقر 5.6 وجايين من محطة الضبعة 7.5 اللي هم أكبر محطتين في العالم، ويمكن شبكة المية هنا تكلفت في السنوات أو حتى الآن 170 مليار جنيه لخدمة المشروعات القومية الجديدة حتى الآن، وأنا بتكلم على عنصر وزارة الموارد المائية أو مجهود وزارة الموارد المائية في المشروعات القومية للتوسع الزراعي. هتكلم على مشروع واحد بس من التنمية البيئية، يمكن اتكلمنا قبل كده أو اتكلم فخامة الرئيس على البحيرات وما أنفق على البحيرات والمجهود اللي اتعمل على البحيرات الشمالية. الحقيقة المشروع ده هو أحد أهم المشروعات اللي بنقوم بيها أنا شخصياً، يعني بالنسبة لي ده نموذج للتنمية المستدامة الحقيقي. واحد سيوة الحقيقة عانت لمدة 40 سنة اللي فاتت من مشاكل كتيرة قوي. تم حفر أبار عديدة جداً عشوائية في الواحة بشكل عشوائي، الأهالين الطيبين اللي هناك عايزين يروه فبيدقوا بير على أقرب عمق بيجيب مياه وبيبتدي يروه. الأبار دي عملت نزيف في المنطقة وتحولت المياه إلى مياه ملحة، وصلت المياه المالحة بالمصارف إلى بركة سيوة. شايفين المنظر النهاردة بقى عامل إزاي، أو يعني قبل التدخل وبركة بهي الدين المياه زادت منسوبها، البركة مساحتها زادت يمكن 5 أضعاف، دخلت على الأراضي الزراعية، دمرت النخل أو جزء من النخل بتاع واحد سيوة اللي كلنا بنعتز بيه ودايما جزء من التراث الواحة. الجسور ابتدت تنهار، المية ابتدت تغرق البيوت، كل ده حصل في لغاية لما فخامة الرئيس قال لابد من حل جذري لواحد سيوة، والكلام ده مسجل فيديو وموجود أونلاين للي يحب يراجعه.
ومن هنا كانت الحقيقة نقطة بداية في تعامل أنا بعتبره نموذج، وأنا ما بدعيش أن أنا شاركت في المشروع ده من أوله، ولكن شايف أن الموضوع ده أو المشروع ده نموذج للتعاون ما بين وزارة الموارد المائية والري، العلماء والخبراء من جامعة القاهرة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. والحقيقة مهم جداً الشغل مع الكوميونتي أو مع شيوخ القبائل اللي موجودة هناك، بيلعبوا دور مهم جدا في هذا المشروع. وحطينا حل هندسي متوافق عليه جميع الجهات، بنقل جزء كبير من المية خارج الواحة بقناة شايفينها في الصورة 33.7 كيلومتر، عمل محطة رفع، قفل الأبار اللي تم حفرها بعشوائي أو جزء كبير منها، وحفر أبار أخرى على أعماق أكثر عمقا، أكثر من كيلو يعني تحت الأرض، بحيث أن احنا نطلع مية عذبة ونخلطها بجزء من المية المالحة وتكون متوفرة لأهالينا للزراعة، وفي نفس الوقت حماية بيوتهم. الحقيقة أقدر أقول أن النهاردة كل شيوخ القبائل بتتكلم، ويمكن شفناهم مع فخامة الرئيس في زيارته أعتقد الأخيرة أعتقد لمرسى مطروح، إن هم بيتكلموا على شهادة ميلاد جديدة وابتدى النخل يرجع يستعيد عافيته تاني. الغريب في الموضوع الحقيقة إن أنا فوجئت وإحنا بنحتفل ببداية نجاح المشروع، لأن اتصرف عليه 2 مليار جنيه في المرحلة الأولى والثانية ولسه ما خلصناش. يعني أنا لا أدعي إن المشروع خلص، ومحتاجين يمكن مليار جنيه كمان للمرحلة الثالثة عشان يتم تطبيعها. وفوجئت بالسوشيال ميديا أو وسائل التواصل وبعض القنوات بتتكلم الدولة تدمر البيئة في واحد سيوة، لأن المية ابتدت تتقلص. ده بالنسبة لنا مؤشر نجاح، لأن الواحة غرقت في المية، وأعتقد حضراتكم يمكن شفتوا ده وتناقلته بعض وسائل الإعلام الأجنبية في الوقت اللي احنا بنحتفل بمشروع حافظ على البيئة. مشروع أنا لما أرجع الجامعة إن شاء الله أنا أكيد هدرس المشروع ده للطلبة بتاعتي كنموذج لنماذج التنمية المستدامة. وشفنا أن السوشيال ميديا قلبت الحقيقة وبقى المشروع أن الدولة تدمر البيئة. بس خلينا أقول إحنا الحقيقة فخورين جدا بهذا المشروع، واللي عايز يعرف تأثير المشروع يسأل أهالي في واحد سيوة. وأعتقد دولة رئيس الوزراء مع يعني أنا كنت شرفت بصحبته وبعض الزملاء من الوزراء، وأعتقد دولة رئيس الوزراء سمع من الأهالي مدى اهتمامهم ونجاح المشروع على الأرض وتأثيره على الإنتاجية. حياة كريمة، وزارة موارد مائية والري ليها دور، هعديها طبعا، لأن يعني قدمنا العديد من الأراضي، اشتغلنا في تأهيل الترع في مشروع حياة كريمة اللي أنا الحقيقة بعتبره هو مشروع القرن، لأنه بيغطي العديد من أهداف التنمية المستدامة، وفعلا بيبين أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في 2030 إن شاء الله. يمكن اتكلمنا على الكوفيد، وتكلمنا على الحرب الأوكرانية وتكلفتها، وتكلمنا على الزيادة السكانية وتكلفتها، بس الحقيقة التغيرات المناخية كلفتنا فلوس كتير قوي، وده اللي الحقيقة حابب أن أنا أعرضه في عجالة جدا، لأن عارف أن الوقت اتأخر. يمكن الفريكوانسي أو الزيادة في الحدث بتاع السيل تكرر كتير جدا، وبقى بيتكرر كتير في 10-15 سنة اللي فاتت. مش بس كده، قوة السيل زادت، يعني اللي هو الإكستريمز أو التطرف المناخي بقى بيحصل، بقينا بنشوفه في مناطق الصعيد ومناطق أخرى. وهنا كانت التوجهات لحماية أهلينا في الصعيد بإنشاء العديد من المنشآت لحماية أهالي الصعيد من السيول، فمنشآت حصاد وجسور وبحيرات وغيره. 268 عمل صناعي تم في الصعيد بتكلفة 1.68 مليار دولار لتخزين 192 مليون متر مكعب. على فكرة 2 مليون متر مكعب بس كافيين ان هم يعملوا الصورة اللي حضراتكم شفتيها دي. فتخيل حضرتك احنا بنتكلم هنا على تخزين 192 مليون متر مكعب، والمية دي ما بتروحش، المية دي يا اما بنشحن بيها الخزان الجوفي يا اما الاهالي بتبتدي تستخدمها للاغراض المختلفة. هنا توزيع الاعمال مش هتكلم فيهم عشان الوقت، من 55 في أسوان لغاية القاهرة والجيزة
أعمال صناعية تمت، ما خلصناش، بنشتغل النهاردة في 70 عمل صناعي بتكلفة 1.3 مليار جنيه، بسعة تخزينية 64.2 مليون، وإن شاء الله خطتنا لـ 24-26 69 عمل صناعي بتكلفة 4.6 مليار جنيه. الحقيقة الصعيد ما كانتش لوحدها، طابة كمان في 2014، ده بس فيديو لأحد السيول اللي حصلت في طابة في عام 2014، شايفين فنادق، يمكن شلنا بس الأسماء، فنادق مهمة جدا واستثمارات مهمة جدا كانت بتعاني من تأثيرات السيول، والحقيقة ده كان بيكلف القطاع السياحي المليارات، علشان كده كانت التوجيهات بتكثيف العمل في 4 محافظات، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح، وهي بالنسبة لنا الهوت سبوتس اللي بيحصل فيها السيول. 1359 عمل تموا في الـ4 محافظات بسعة تخزينية 158 وقيمة 5 مليار جنيه، يمكن توزيعتهم على الـ4 محافظات زي ما في الخريطة، ودي شكل المنشأ بعد ما بيحمي الاستثمارات وبيخزن المية، وبرضو المية دي بيتم استخدامها في تخزين الخزان في شحن الخزان الجوفي أو لأهالينا اللي عايشين في المناطق. بنشتغل حاليا في 20 عمل صناعي ب 480 مليون جنيه، وإن شاء الله في المستقبل القريب 600 عمل صناعي بقيمة 5.6 مليار جنيه. الموضوع لا يقتصر فقط على السيول، ولكن حماية سواحلنا الشمالية ده أحد أهم الملفات لوزارة الموارد المائية والري. ده ساحل أعتقد اسمه الأبيض في مرسى مطروح، والحقيقة اللي بيقول المشروعات دي بتعود علينا بإيه، ده ساحل يعني ده شاطئ ببلاش، شاطئ عام الدولة صرفت عليه ملايين الجنيهات، ده علشان تعمل المنظر اللي حضراتكم شايفينه، ده لحماية المنشآت اللي في الخلف زي ما شايفين، وكسبنا أرض كمان للشاطئ، يعني مش بس حمينا المنشآت اللي في الخلف، ولكن الرمل بيترسب ما بين الرؤوس الحجرية ويشكل لي شاطئ جديد أقدر أستفيد منه كشاطئ. النهاردة صرفنا 3.6 مليار جنيه لحماية 120 كيلو من السواحل الشمالية، وده رقم كبير جدا. السواحل الشمالية بتاعتنا 995 كيلو كلها، وكمان ضيف على ال 120 كيلو 69 كيلو متر طولي حماية بمواد طبيعية بنعملها دلوقتي على الأرض. دي بعض الأمثلة. يمكن الأراضي اللي اكتسبناها هنا 1.8 مليون متر مكعب، مليون متر مربع، نقدر نشوف سعر المتر في منطقة زي كده يبقى بكام النهاردة، ونشوف الفلوس دي استردناها وأكتر ولا لأ، وحمينا بالمبلغ اللي هو 3 وكسر، حمينا به 75 مليار جنيه استثمارات. كتير مننا ما يعرفش إن قلعة قايتباي كانت مهددة، الصخرة اللي أقيمت عليها قلعة قايتباي كانت مهددة بالانهيار، والدولة الحقيقة تدخلت بعمل عظيم جدا، يمكن كان ليا الشرف ان انا زرته يوم الجمعة اللي فات، ونشوف الممر اللي تم عمله حوالين القلعة لحماية القلعة، وتم الترميم وعادة القلعة لشبابها، وانا يعني ادرك تماما ما اقول، وشايفين هنا العمل المعماري اللي تم، كل دي أعمال جديدة ملهاش علاقة بالقلعة، وتم على نفس الطراز المعماري اللي معمولة بالقلعة، وكمان في مرسى هنا للجلاس بوت أو المركب الزجاجي، علشان هنا في أثار غارقة كان لابد من احترامها لما عملنا العمل ده، اللي الحمد لله وأتمنى فخامة الرئيس يكون في فرصة أنه هو يفتتحه في المستقبل القريب. وزارة الري قامت ب 2353 مشروع بتكلفة تزيد عن 260 مليار جنيه في 9 سنوات السابقة، والأهم أن في مئات الألاف من الأيدي العاملة عملت في المشروعات دي، وكمان شركات مصرية من القطاع الخاص والقطاع العام اشتغلت في كل هذه المشروعات. أعتذر على الإطالة، وشكرا جزيلا لحضرتكم.